تزوجت 24 سنة بعد قصة حب طويلة، رجعت انفصلت، رجعت عدت التجربة وتزوجت. تجربة الزواج عموما ما توفقت فيها أول مرة، ليه كررت التجربة مرة تانية؟ لا هو مش شرط إنه ليه سميتها مش ما توفقت فيها. أنا انفصلت. لا عادي إنه مش معنى الانفصال إنه هو يعني إذا 23 سنة بضل مجوز وحصل في الآخر إنه في انفصال، مش معناها إنه هي كان فيها إنه مش تجربة ناجحة، بالعكس. بس خلص إنه بيبقى كل حدا عنده ظروفه يعني. الملل كان سبب انفصالك؟ فيك تعتبره جزء من هيدي الأمور. فيك تعتبره هيدا شيء من هيدا الملل. كان من ضمن الأمور اللي أدت للطلاق كمان. رسالة لزوجتك الجديدة. لزوجتي الجديدة؟ يس. إنه رسالة لها أكيد إنه وجود حد بهيدا الوقت اللي حصل فيه الانفصال، هي ساعدتني كتير إنه الموضوع تخطاه بأسرع وقت. أنا أكيد يعني بشكرها على وجود حدي بهيدي الفترة، وإنه إن شاء الله إنه السنين الجاية نضل مع بعض بسعادة وفرح إنه وتخلص حياتنا هيك بسلام يعني. إن شاء الله ناوي تجيب ولد جديد إن شاء الله؟ بعد صعب، لأن أنا مرتي الجديدة أوريدي عندها عائلتها، عندها 3 أولاد، وأنا أوريدي عندي بنت، فبعتقد خلص إنه هي الفكرة. تفايته. إيه كفاية يعني. تفايته.